أيام المسيح مشاهدينا الأحباء، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة، وأيضا برحب بمشاهدينا على صفحة المرأة المسلمة في الفيسبوك. خليني أبتدي حلقة النهاردة بقصة قصيرة كده. كان في ملك في أحد البلاد سمع قصة عجيبة عن قميص موجود في أرض بعيدة، قميص بيتلبس يعني، والقميص ده اسمه قميص السعادة لأن كل اللي بيلبسه بيكون سعيد. الملك قرر أنه يرسل جيش من جنوده للبلد دي علشان يجيبوله القميص ده بأي تمن. وفعلا طلع الجيش بأمر الملك وخاضوا حروب ومخاطر كثيرة جدا، ويعني فقدوا الكثيرين في الطريق يعني وهم رايحين وهم جايين، ولكن في الآخر نجحوا في أنهم يجيبوا القميص ويرجعوا بيه للملك. الملك شاف القميص وحس بسعادة عارمة حتى قبل ما يلبس القميص. القميص كان مدهش ورائع الجمال جدا، والتفاصيل اللي فيه جميلة. لكن الملك لبس القميص وفعلا زي ما قالوا له ان لبس القميص ده خلاه يشعر بسعادة كده متواصلة. لكن بعد فترة الملك يعني وهو حتى في عز السعادة المتواصلة دي فكر في ان القميص ده وجوده مش كفاية، فكر انه محتاج اضافة، محتاج حاجة تانية زيادة. فقال احسن حاجة اعملها ان انا اتجوز اجمل امرأة في المملكة ويعمل فرح كبير لان ده يليق بقميصه. فبعت الناس يدوروا له على اجمل ست في المملكة، وده عمل يعني لخبطة بقى كتيرة في حياة ناس كتير، لكن في الآخر قدروا ان هم يلاقوا له أجمل امرأة في البلد وتجوزها، وعمل فرح رائع وكبير جدا يليق بهذا القميص الثمين أكتر من ما يليق بالملك نفسه. بعد فترة تانية قرر الملك ان مملكته القوية وسلطانه لازم يتسع، مش كفاية القميص والجوازة الحلوة والأرض اللي ماسكها واللي ملكها والناس اللي تحت إيده، لكن لازم يوسع السلطان. ملك بس ما ينفعش، قرر إن هو يعد جيوشه عشان يغزو البلاد المجاورة ليه، لأنه مش كفاية يكون ملك عظيم، لازم كمان يكون إمبراطور أعظم. وخرج الملك مع جيوشه في حرب طويلة ومريرة وهو لابس قميص السعادة ومصطحب معاه زوجته جميلة الجميلات. في الحرب دي الملك خسر معظم جيشه، وفجأة أصاب سهم طايش زوجته الجميلة فقتلها، واستنزفت الحرب دي أموال مملكته. لكن الملك اللي لابس قميص السعادة كان محتار، لأن قميصه في الوقت ده أعطاه سعادة وهمية وقتية وليست سعادة حقيقية. في القصة دي الملك بعد ما خلصت الحرب وراجع خسران كل حاجة، في فرق كبير بين اللي بيقوله له ان القميص ده هيديله سعادة والخسارة الحقيقية اللي خسرها في الآخر. بعد بحثه عن السعادة دي وافتكر انه لقاها في القميص، لكن الواقع ان القميص ده ما شبعوش، ما ادالوش سعادة كافية، ما ضمنلوش ان السعادة تدوم، فدور على المزيد. والنقطة التانية في قصة الملك ده انه الملك ده كان دايما هو مركز القصة. البحث عن السعادة جزء كبير من التركيبة الانسانية، الكل بيبحث عن السعادة، كل واحد حسب احتياجه او حسب الموسم اللي هو فيه في حياته، يعني حسب احتياجك. اذا كنت محتاج فلوس اكتر فانت يعني بحثك عن السعادة بيرتكز على الفلوس، اذا كنت محتاج انك تبقى عندك صحة فبحثك عن السعادة دايما يقودك الى ما يقودك الى صحة افضل او عيلة افضل او مركز افضل او شغل افضل، حسب انت فين في الحياة، كبير صغير. يعني البنت تفكر ان العريس هو اللي هيجيب لها السعادة وبعدين ما يطلعش كده خالص، والراجل يفتكر ان الفلوس هي اللي هتشتري له السعادة وبرضه ما يطلعش كده خالص، وبعدين يقولوا الأولاد، وبعدين يمكن الأحفاد، وبعدين نكبر شوية بقى وتبقى الصحة هي السعادة،
وهو اللي احنا محتاجينه وهو اللي احنا بندور عليه. السعادة نسبية، السعادة وقتية، السعادة أيضا هدف من أهداف البشر بكل تأكيد. ده من أهداف البشر على طول الخط، دايما بنشوف إن الإنسان محتاج يدور على السعادة. لكن يا ترى إيه المعنى الحقيقي للسعادة؟ ليه إحنا كبشر بنفضل رابطين نفسنا في طواحين علشان نوصل للسعادة؟ ونفضل عارفين يعني منظور فكرة الطاحونة دي، أما يربطوا البقرة أو الدابة الحمار أي حاجة يعني وهو مربوط في الطاحونة، بيغموله عينيه أو يحطوله الحاجات اللي بتسد أنه ما يشوفش إلا قدامه مثلا، فيفضل يلف في نفس الدائرة ومش رايح أي حتة، بس يفضل يلف في نفس الدائرة علشان في النهاية حد هيوصل انه هيبقى يعمل القمح ده دقيق يعني، مش كده؟ حد ليه هدف من وراء اللف ده كله. وانا عايز اقول لكم انه هدف الشيطان ان يلففك في دايرة بتدور على حاجة ارضية وقتية جسدية، انه في الاخر يقضي عليك ويسرق منك كل فرح حقيقي وسعادة حقيقية ربنا عايز يديها لك. اوكي، خلينا نشوف هل منظور الله، هل لله منظور لمعنى السعادة الحقيقي؟ وهل منظورك أنت للسعادة يوافق منظور الله ولا لا؟ دي بعض الأمور اللي هنتكلم عنها بتوسع النهاردة، وحلقة النهاردة بعنوان وزارة السعادة. عنوان غريب مش كده؟ هتقولوا لي ايه يعني وزارة السعادة دي، ايه العنوان العجيب ده؟ صحيح، لكن العنوان ده هو المثل الأوضح لمنظور السعادة في العالم، وخليني أشرح لكم إزاي. في سنة 2016 أعلن أمير قطر عن إنشاء وزارة جديدة سماها وزارة السعادة. لما تسمع كده تفتكر إن الناس دول يعني عندهم كل حاجة صح، كل حاجة ماشية جوة وبرة صح، فقالك يضيف بقى انه عايز يعمل يعني منظور انه يكون فيه هناك سعادة متوفرة من الحكومة للشعب بشكل يعني مباشر. طب دي معناها ايه؟ يعني بتبيع بيها ايه للناس؟ بتقدم بيها ايه للناس؟ هنشوف، ونشوف من يعني شرحهم هم لايه معنى وزارة السعادة دي. فيعني خلاص هو خلص كل حاجة، وضب كل امور الناس اللي عنده حتى أهل بيته، عشان كده بقى إيه بتوج الموضوع بوزارة السعادة. أوكي، لكن الحقيقة بتقول غير كده، لأنه خلينا نشوف إيه هم بيقولوا إيه على وزارة السعادة دي. يعني إيه وزارة السعادة؟ بيقول كده: تحرص دولة الإمارات على توفير السعادة والرخاء والرفاهية لشعبها والمقيمين، الشعب والناس الضيوف كمان. ولتعزيز ذلك أقامت على أرضها بتعيين وزير دولة للسعادة. عملوا وزارة وحطوا لها وزير، بس بقى اختار وزير عشان يبقى يعني شكله أفضل للعالم كمان. اوكي، ما احنا شكلنا احنا عايزين نوفر السعادة للناس، اهو حقوق انسان بقى، وبنوريكم ان احنا عندنا اهتمام بحياة الانسان اليومية وحريته وكلام من ده، مش كده؟ فراحوا حاطين وزيرة عشان يبقى شكلها برضو أفضل يعني. كما اعتمدت البرنامج الوطني ده للسعادة والإيجابية، سماه السعادة والإيجابية، الذي يضم مجموعة من السياسات والخدمات التي تعزز من أنماط الحياة الإيجابية. وطبعا عملوا جهود وكده، انه بيقول لك بقى احنا هنعمل جهود علشان نحقق السعادة في مجتمع دولة الامارات، واذا كان من الناحية العملية في الحكومات او في حياة الناس الشخصية. يعني تعليقي على الموضوع ده يعني بصراحة، يعني دولة الامارات بالذات مثل لدولة غنية جدا، عندهم فلوس كتير، عندهم إنجازات حضارية معمولة في البناء وفي الحياة هناك، والإنسان بيعيش فيها يعني بصورة يمكن
فيها رخاء أكتر كتير من دول كثيرة، مش كده؟ لكن ده الشكل، وده الشكل اللي أنا يعني عايزاكم تنظروا ليه النهاردة. الشكل العام من بره إنه هناك مجهود بيتم علشان الإنسان تبقى حالته أفضل، لكن الواقع دولة الإمارات من أكتر الدول اللي ما فيهاش أي مبادئ حقوق الإنسان فيها منتهية، ليس ليها علاقة بالواقع. لو افتكرنا احنا عملنا لكم حلقة عن الشيخة لطيفة مثلا وقصة الشيخة لطيفة، العالم كله بيتكلم على قصة الشيخة لطيفة واللي حصل معاها. الإمارات كسرت كل القواعد العالمية والدولية في حقوق الإنسان علشان ترجع الشيخة لطيفة وتحبسها، عشان الأمير قطر نفسه يحمي نفسه وتفضل الواجهة متلمعة كده وبتلمع. لكن الواقع هي بتلمع من بره، لكن من جوه ايه؟ من جوه ليس ليها علاقة بذلك خالص، لان حتى اهل بيت الامير عندهم مشاكل غير عادية، مش كده؟ خلينا نشوف كده بيقولوا ايه على الأجندة دي، يعني أجندة وزارة السعادة دي، حبيت أشوف كده هما بيقولوا هيعملوا فيها إيه. هقرأ لكم عشان نشوف إيه المنطق من وراء موضوع وزارة السعادة. بيقول كده: تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتحقيق سعادة الأفراد والمجتمع، وتعتبر ذلك من أولوياتها، وتحرص على توفير الرخاء والرفاهية والاستقرار لشعبها والمقيمين على أرضها. المقيمين على أرضها طبعا بيدفعوا، أما الاستقرار لشعبها فده الاستقرار المادي. ومن المعروف أنه الناس اللي عايشين في هذه الدولة اللي جاي زي اللي رايح، يعني بيقولوا معروف أنهم ما بيقدروش يحوشوا حاجة لأنه المصاريف هناك كبيرة، لكن عايشين كويس، مش كده؟ ماشي. لكن دي كلها الصورة الشكلية. وبتحتل الدولة المرتبة الأولى عربيا في مؤتمر السعادة العالمي 2017، والمرتبة 21 على مستوى العالم كأسعد الشعوب. يعني يا عالم، يعني أقول إيه؟ إزاي نقدر نبص لشعب ونقول إن ده أسعد الشعوب وليس في دولة الإمارات أي قانون يحمي الإنسان؟ كلها أمور شكلية، لكن أهل بيت الأمير لازم يهربوا ولازم يحاولوا يجيبوا معونة دولية. لسه في لحد النهاردة قضايا مرفوعة على الأمير علشان خاطر يطلق الأميرة شمسة والأميرة لطيفة، اللي يعني معروف دلوقتي إنهم عايشين مخدرين علشان ما يعملوش مشاكل اكتر. هو بس مخليهم علشان يحطهم قدام صورة كده للعالم يشوف ان هم لسه احياء، بس الاميرة شمسة حتى ما حدش يعرف هي حياة ولا ميت. والنهاردة عندنا القصة الاهم بقى يعني اكتر اتساعا، طبعا الاميرة هيا وهروبها باولادها. ليه؟ لو كان في خير في البلد دي عايز تعمل وزارة سعادة إذا كان بيتك أنت ما هوش سعيد. أنا لا أدين هذا الرجل، أنا بتكلم على مبدأ السعادة اللي يعني من فوق الوش. طبعا دي الدولة العربية الوحيدة اللي عملت وزارة السعادة دي. كي؟ وفقا للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات بيقول كده: إحنا مجتمع متلاحم محافظ على هويته. تهدف حكومة دولة الإمارات بأن تكون ضمن أفضل 5 في العالم بحلول 2021، وذلك وفقا لمؤشر السعادة العالمي. مؤشر السعادة العالمي هو مؤشر مركب يقيس تقييم الفرد لمستوى المعيشة والرضا عن الحياة من خلال استطلاع الرأي يستند على محاور محددة. يعني يقولك احنا عايزين الناتج المحلي والإجمالي للفرد الواحد ومتوسط العمر الصحي المتوقع، بالإضافة إلى محاور أخرى مثل الدعم الاجتماعي وحرية تقرير خيارات الفرد في الحياة والكرم المعيشي والفساد. يعني أين نرى
ان ده بيتحقق في دولة الامارات اليوم. كل ما يمكن ان احنا نقول انه بيتحقق ان هناك تغييرات مادية، تغييرات في التعامل في الحكومة، هناك ظهور يعني صوري ونسبي للمرأة، ولكن الحياة الحقيقية التي تعطي للمرأة حق الحماية مش موجودة. وعندنا أدلة، يعني المثل بيقول كده: وإن كان رب البيت بالدف ضاربا فأهل البيت شمتهم إيه؟ الرأس. يعني إذا كان المالك نفسه، الحاكم نفسه، اللي بيحط القانون نفسه، حياته غير مستقيمة، هل تستقيم حياة الشعب؟ هل يتعامل مع شعبه غير ما بيتعامل مع بيته؟ قضيتي مش هذا الإنسان، ولكن قضيتي هي قشرة الكلام عن السعادة، لأن هو ده اللي احنا بنشوفه في العالم كله. الشيطان عايزك تشوف السعادة شيء صوري، السعادة شيء مادي، السعادة شيء يرتكز عليك انت، على اللي انت عايزه واللي انت تاخده واللي انت تضمنه واللي انت تعيشه وهكذا. لكن الله عايزك تشوف هذا الموضوع بصورة مختلفة خالص. دولة الامارات النهاردة عايزة كمان تنشئ وزارة اللامستحيل. سؤالي: يا ترى ازاي هتشوف الاميرة لطيفة والاميرة شمسة وزارة اللامستحيل وهم عارفين ان حياتهم نفسها مستحيلة؟ وهل هيكون في هذه الوزارة خدمات لتخليص النساء اللي زي شمسة ولطيفة وغيرهم من قبضة أبائهم وحكامهم؟ وزارة السعادة واللا مستحيل هي مثل للسعادة من مفهوم العالم: سطحية، جزئية، مهدفة، أنانية، مركزة على الذات، ودي هي السعادة الأرضية الوهمية، تدي لك حاجة وتاخد منك حاجات. خليني احكي لكم قصة الملك داود. الملك داود معروف، انتوا بتقولوا عليه النبي داود وبتتكلموا عن يعني عظمته، ولكن الكتاب المقدس بيحكي لنا قصته لما شاف بتشبع، ولما اخدها من ورا جوزها، ولما قتل جوزها، ولما بتشبع حملت. الملك كان بيتمشى على السطح في يوم من الايام كده، يملك كل شيء وباصص لكل شيء وبيبص على كل ملكه واللي حواليه، وفي حروب دايره باسمه في المناطق المحيطه بيه، ويعني معروف بعظمته ومحبوب من شعبه، لكن التركيز على الذات خلاه يبص لحاجه غيره، و لمرات اخوه، لمرات الراجل، مش اخوه شخصيا يعني، لمرات الراجل اللي في الجيش اللي بيشتغل علشان خاطر يحمي الملك ويحمي الارض. فنفسه سمحت له انه ينظر ليها ويدعوها ويزني معاها وتحمل، وبعدين يقتل اخوه اللي هو جوزها. مشكله كبيره. ليه ده حصل؟ لانه الانسان الملك داود كان جواه خطيه، جعان لحاجه غيره، لم يشبع من اللي ربنا اداهوله. يا ريت تصلحوا لي الشاشه من فضلكم. فباع حياته مع الله في اللحظه دي، ومحبته لله في اللحظه دي امام الشهوه دي، نقطه السعاده اللي هو فاكر انها سعاده دي. يعني فاهمين ازاي ممكن الانسان يزل في، يعني يخرج من محبة الله ليه؟ لخطية كبيرة بالشكل ده. وطبعا الرب بعت له النبي علشان يقول له: انت اخطأت، انت الانسان اللي اخطأ في حق اخوه واخطأ في حق الله. فتاب ورجع وعرف ازاي يتوب امام الله، لكن دفع الثمن سعادة وقتية، وكان ثمنها ايضا ثمن كبير جدا. مثل تاني في الكتاب المقدس عن حد عايز سعادة وقتية، شبع وقتي، كان عيسو، يعقوب وعيسو الاثنين اخوات. واحد كان هدفه انه يوصل لحاجة تقربه من ربنا اكتر، باي صورة عملها يعقوب يعني على قد فكره،
ولكن عيسو كان شخص جسدي جدا، مهتم باللي حواليه. قيمة عطية الله في حياته كالابن الأكبر ما كانتش قيمة عنده، كان عينه على الأرضيات. ففي يوم جه جعان جدا من رحلة صيد أو حاجة زي كده، لقى أخوه يعقوب بيطبخ شوية عدس كان ريحتهم حلوة وهو جعان، فقال له اديني آكل. فقال له طيب اتنزلني عن بكوريتك، عن انك انت الابن الاكبر، اديني انا البكورية، بيعها لي بشوية العدس دول. فعيسو باعها لشبع وقتي، لسعادة وقتية، لانه لم يفكر في الله في هذا الامر. انواع السعادة الوقتية دي انواع، مش كده؟ ادي قصة عيسو خسر كل حاجة وخسر الكتير، لكن بركة الرب برضو أعطته وعود. الملك داود تاب فربنا يعني رد نفسه ورد له أمور كتيرة. عايز أتكلم على مثل تاني يعني في السعودية، هرجع تاني لمثل وزارة السعادة اللي في الإمارات دي وأمثلها بأشكال أخرى في العالم. في السعودية دلوقتي احنا شايفين انهم عندهم أهداف انهم يحسنوا شكل الدولة، لكن هل في الحقيقة ده بيغير من حياة الإنسان هناك ولا لا؟ ده السؤال. النهاردة في أو يعني امبارح نزل فيديو لبنت ماشية في الشارع بلبس عادي وبتقول أنا عندي حرية أمشي بلبس عادي في السعودية. الفيديو حوالي 30 ثانية أو أقل، حاجة زي كده، لكن محدش عارف فعلا هل هي هتوصل لأنها تعيش الحياة اللي هي عايزاها دي، هل ليها فعلا الاختيار ولا لا، ولا هذا الاختيار هو اختيار شكلي للعالم فقط، للمظهر الخارجي فقط. ده سؤال لازم احنا بقى نسأله لنفسنا، هل احنا عايزين نعيش سعادة حقيقية مع الله بمفهومه، ولا احنا عايزين نعيش السعادة الوقتية المتغيرة اللي تعتمد عليا وعليك وعلى الأكل والشرب وعندك كام وعندي كام. علماء النفس بيقولوا انه في سعادة طويلة المدى وفي سعادة قصيرة المدى. في سعادة شخصية زي الصحة او الثقة في النفس، يقولك انه دي من انواع السعادة، يديك سعادة ان يكون عندك ثقة في نفسك، في التعليم انه يكون عندك تعليم كويس، في النجاح، في وجود اهداف محددة انت بتوصل لها، دي كلها سعادات شخصية الانسان بيسعى ليها. هل الامور دي غلط ولا صح؟ يعني اما اقول ان انا عندي سعادة انه انا بحصل على السعادة لاني ناجحة ولاني عندي ثقة في نفسي ولاني عندي ثقة في انجازاتي، دي كلها امور ناقصة، لانه مع الوقت بنفهم وبنعرف انه ثقتنا بنفسنا ساعات بتكون غرور فاضي، والنجاح اللي بتحققه نجاح ارضي وبيزول بسرعة، واحيانا بيزول قبل ما نستمتع بيه. لكن هناك سعادة في إنجازات حقيقية عايزك ربنا تحققها في حياتك، ها؟ لما تكون عايش بطريقته مش بطريقتك. في أيضا سعادة اجتماعية مصدرها الجو الأسري الإيجابي، مثلا كل إنسان عايز يبقى عنده عيلة كويسة بيقعدوا مع بعض، بيكونوا سبب فخر لي، بيكونوا متفقين، فبيبقى في جو إيجابي في الأسرة. أو السعادة الاجتماعية مثلا بتيجي من وجود أصدقاء، أو إن يكون عندك أنشطة معينة تملى بيها وقت فراغك، مش كده؟ كل هذه الأمور تعتمد عليك، عليك أنت لوحدك، أنت المصدر وأنت المركز فيها. كل هذه الأمور بتعتمد على إشباعك أنت، مش سعادة حقيقية لأنك بتعمل حاجة الله عايزها في حياتك، بتعمل حاجة للبناء مش ليك لوحدك، بل لخطة الله في حياتك، للمجتمع، لمجد الله اللي هو خلقك أساسا علشانه. كل هذه الأمور أنا بكلم المؤمنين النهاردة، أنا عايزاكم تفهموا الحقيقة دي، إن كل
الإنجازات والنجاحات والعيال والمال والجاه وده كله، كل دي أمور وقتية ممكن يديها لك الرب كبركات، ولكنها لا تقيم حياتك أمام الله أبدا. في مبدأ بشوفه دلوقتي يعني منتشر جدا في علم النفس برضو، يقول لك إنه الإنسان لازم يكتشف ذاته، اعرف نفسك. ما أنا يعني لو كنت هكون أمينة مع نفسي لما أجي أعرف نفسي مش هبقى مبسوطة أبدا، عشان نفسي مش كويسة أبدا بكل المقاييس، بكل المقاييس في إخفاقات كثيرة. وإنت أيضا لو كنا أمناء أمام أنفسنا، فينا تعديات على الله بالفكر وبالفعل وبالخطية وبكل شيء، فمش ممكن أبقى راضية لما هبص لنفسي قوي. لكن لو بصيت لنفسي من خلال المسيح أشوف الغفران والنعمة والبركة والحماية الإلهية من خلال العمل والمسيح عشان يخليني أقدر أقف أمام الله. أنا محمية بيه، لأنه لما الكعبل بيقومني وبيفكرني إن أنا يعني صورة لي، فكون إنه الأمور كلها في العالم الآن بتعتمد عليك. في بيعملوا زي ستيكرز كده بتتحط على العربيات، ففي منها ستيكر كده بيقول حاجة زي كده إنه أهم حد في الدنيا أنا، كل حاجة تتغير عشاني. ده بالإنجليزي، يا أنا يا بلاش، صح؟ okay. ليه؟ وليه؟ وإزاي الجراءة دي إنك تبقى حاطط يعني ستيكر على العربية بيقول إنه أهم حاجة في الدنيا أنت، أنتوا كلكم مش مهمين، وهو ربنا عمل الدنيا دي علشاني. وهنا بيتحول الله في حياة الإنسان لمجرد خادم لطلبات الإنسان. سمعت أحد الوعاظ بيقول إنه أحيانا المؤمنين بيتعاملوا مع الله كأنه البطلر بتاعهم. عارفين البطلر يعني إيه؟ يعني رئيس الخدم، الرجل اللي في إيده كل حاجة. حاشا أني أتكلم عن الله بهذه الطريقة، ولكن حقيقة إحنا كمؤمنين ساعات بنقف أمام الله بلستة الطلبات ونتعامل معه بهذه الصورة، قاصد أو غير قاصد ساعات بنعمل كده لتنتبه قلوبنا إحنا مخلوقين لمجد الله ولا الله المخلوق علشان يرتب لنا الطلبات. هو يرتب لأنه يحب، مش أنا اللي أطلب منه أو أأمر إنه يرتب أو يديني السعادة أو يديني السعادة بالشكل اللي أنا عايزاه. في إعلان في التلفزيون على حاجة زي كيبل كده، شركة تلفزيونات بتقول كده إنه الخريطة بتاعة البيزنس بتاعنا ده كلها معمولة مركزها أنت بس، نقدر نعملها زي ما أنت عايزها. ايه ده؟ كيف اصبح في العالم الان انا المركز والله على جنب؟ الانانيه، الانسان هو مصدر كل او مركز كل شيء. خليني بص لفكره السعاده عند الفلاسفه. في فلاسفه كتير اتكلموا في موضوع السعاده ده، في منهم بيقول لك انه السعاده مرتبطه بالرضا، انك تكون انسان راضي بحياتك وباللي انت بتعيشه. ده نقدر نقول عليه انه الاثنين بيمشوا مع بعض، وانا موافقه على ده، لانه رضايا بالحياه مع الله في الضيق وفي الصعب وفي الاضطهاد ده اسمه السلام الداخلي والفرح الداخلي اللي ربنا بيديه لي. انا موافقه على ده، دي فكره كويسه. وفي ناس بيقولوا انه فلاسفه ايضا بيقولوا انه السعاده مرتبطه بالبحث عن معنى الحياه، وفي كتاب مسيحيين كتير جدا كتبوا في موضوع البحث عن السعاده. اوكي، البحث عن السعاده الحقيقيه، لانه بعد شويه بعد ما نذوق الكثير من العالم يعني او من اللي بيقدمه العالم
بتلاقي انه بيجي لك وقت كده تقول باطل الاباطيل، الكل باطل وقبض الريح، زي الملك سليمان ما قال. كان عنده كل حاجة لكن كان ينقصه السعادة الحقيقية، الكل كان باطل في عينيه، لانه لم يعرف ان السعادة الحقيقية هي الحياة مع الله بأسلوب الله مش بأسلوبي. اوكي، وهنتكلم اكتر في الامر ده. وفي فلاسفة تانية قالوا انه السعادة، البحث عن السعادة هو السعادة نفسها عند البعض. يعني حاجة اقعد انا ادور بقى على السعادة طول عمري وهي دي السعادة. عارف ليه بقى بيقولوا كده؟ شفتوا فيلم اسمه البحث عن السعادة؟ على فكرة في فيلم اسمه حاجة زي كده Quest for Happiness or something like that بتاع anyway نسيت اسم الممثل، لكن هو فيلم مشهور فعلا، وراجل وابنه، القصة بتدور حوالين راجل وابنه، هو بيحاول ان هو يرفع مستواه المعيشي ويعيش ابنه في حياة كريمة. وفعلا في رحلة البحث دي هو بيقول في الاخر انه رحلة البحث دي والتعب اللي تعبته والشقة اللي شقيته ده كله علشان اوصل انا وابني للمكان اللي احنا نكون عايشين فيه بكرامة، هي السعادة نفسها. لو اخدت الفكرة من الناحية الروحية هقول انه الالام اللي بنمر بيها في الحياة مع المسيح والضيقات اللي بنمر بيها حتى يعني اللي بتبقى وقع علينا من الشيطان ومن العالم، لانه العالم هو كله ضيق، في العالم سيكون لكم ضيق. اوكي، كل هذه الاضطهادات هي تحسب لا شيء وهي سعادة، لانها أنا ماشي في طريق الله، لأن أنا شايف أن أنا ماشي في طريق الله. لكن برضو دي صورة عالمية قوي، يعني دي صورة فكرة عالمية قوي. السعادة في دستور أمريكا مثلا بيقول كده، في الدستور الأمريكاني بيقول كده أنه لكل مواطن حق الحياة والحرية وحق السعي للسعادة، Quest for happiness. Okay. السعي للسعادة، لأنه كل إنسان من وجهة نظر الناس اللي وضعوا هذا الدستور، كل إنسان يسعى للسعادة بطريقته، وكل إنسان يسعى لطلبة قلبه. وخليني أقف هنا عشان أسأل، هل إحنا كمؤمنين مسيحيين النهاردة نفهم المعنى الحقيقي للسعادة أم لا؟ يعني هل نفهم منظور الله للسعادة أم اختلطت علينا المفاهيم لأننا اتلخبطنا بين اللي بيقول العالم عليه حلو واللي بيقول الله عليه حلو؟ ده سؤال كل واحد مننا لازم يسأله لنفسه. إيه السعادة اللي بيقدمها العالم وإيه السعادة اللي بيقدمها الله؟ ما هو للعالم وما هو لله؟ أنا كنت بقرأ كتاب الأسبوع ده اسمه طريق السيد للكاتب والمبشر المعروف ري كومفورت، وكمان شريكه في الكتاب ده كيرت كاميرون الممثل، هو ممثل مشهور كان بيعمل تمثيليات على التلفزيون الأمريكاني، وبعدين قبل المسيح في حياته وكرس حياته أنه يعمل أفلام ويعمل حملات تبشيرية توصل رسالة المسيح للعالم كله. قال كده في جزء منه أننا دائما ما نقول أن الله عنده خطة رائعة لحياتك بدون أن نشرح كيف يتوافق مفهوم السعادة والخطة الرائعة مع ما نراه من اضطهاد وألام في حياة المسيحيين أو المشاكل اليومية اللي بنواجهها كل يوم، مرض، موت، فقدان عمل أو غيره. وأنا هقول لكم إن أنا نفسي كمان واحدة من الناس اللي قالت نفس الكلام بس ما شرحتش كتير. خليني أقف هنا واشرح شوية الكلمة دي. الحقيقة أنه المسيحيين وخصوصا المبشرين بيتكلموا عن أنه هناك محبة رائعة مقدمة لله، الله يحبك وعنده خطة رائعة لحياتك، الله يحبك فعلا وعنده خطة لحياتك فعلا، بس أنت ممكن تشوف الخطة دي مش رائعة أبدا. لكن الله بيوريك مع الوقت
ان خطته دايما هتكون للبركة ليك. لكن في نفس الوقت مع هذه الخطة اللي الله عايز تكون في حياتك عشان يوصلك لانك تكون ابن ليه او بنت ليه وعايشة معاه بطريقة افضل واقرب، في نفس الوقت ده احنا عايشين في العالم، والعالم بيحط علينا ضيقات، المرض من الخطية، المشاكل من الخطية، الحياة مع ناس لا يعرفوا الله دي من أصل الخطية، من الخطية الأصلية. فعلشان كده لازم نقول إنه، بقول للعابرين كمان ده يعني بالتحديد والمؤمنين الجداد عموما، مش معنى إنك قبلت المسيح ده لا يعني إنك هتقابل بمشاكل، هتقابل بمشاكل كتيرة لإنك تغضب الشيطان، لإنك كسرت الشيطان بقبولك للمسيح. بس أعرف إنه حتى لو هجمت بمرض، باضطهاد، يعني حروب من جوه بيتك، من وسط أهلك، كل ده الشيطان ليس لي عليك سلطان، وإنه مع ده أنت عينك على الله، عينك على المسيح، والله هيعينك لأنه يجد ليك مخرج، وأنه له في الموت مخارج. يعني ما أقدرش أقول لإخواتنا العابرين، كان في إخوة ليا بيكلموني الأسبوع ده، ولو بيسمعوني دلوقتي أنا بقول لك أنا مش ناسية، وهتكلم معاك قريب وربنا يجد لنا مخرج يعني مع بعض من الأمر اللي أنتوا فيه. إخوة لينا بيقولوا إنه إحنا بقالنا كذا سنة عابرين، عيلة بحالها، لكن الأهل عرفوا ومضطهدين جوه البلد اللي هم فيها، ومتألمين جدا، يمكن يعني كل تفاصيل الحياة البسيطة مش موجودة في حياتهم دلوقتي، منتهى الألم. وأنا بسمع بقول له رب أنا يعني مفيش في إيدي حاجة أعملها إلا إني أصلي، ولقيت نفسي يعني بقف قدام ربنا واقول له مفيش في ايدي حاجه اعملها الا اني اصلي، ده السلاح الاقوى اني اقول له صلي، واعرف انك تتبع اله يغير كل الامور من اجلك. ولكن ان لم تتغير فانت هتقف قدامه في يوم والرب هيقول لك نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين على القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. هو ده الهدف، هو دي النهاية. ما أقدرش أضحك على أي عابر وعابرة النهاردة وأقول لهم أنكم مش هتقابلوا مصاعب، هتقابلوا مصاعب كتير، إن لم تكن مصاعب في بلد تضطهدوا فيها هتكون مصاعب الشيطان هيحطها عليك، وحتى من إخوة مؤمنين علشان يرجعكم عن طريق الله. لكن ارفع عينك عن اللي كان عندك، ارفع عينك عن اللي كان عندك، وضع عينك على النصيب الصالح يسوع المسيح. الرب بيقول كده انه جاء لتكون لنا حياة ويكون لنا افضل، وده وعد حقيقي، لكنه وعد حقيقي بالسعادة الابدية ايضا. الام اليوم موجودة، برجع أقول الكلام ده للعابرين، آلام اليوم موجودة، إنك تكون في ألم أو اضطهاد أو خطر لا يعني إن الله تركك أبدا أو غير خطته، بل ده يعني إن مقاومة العدو واضطهاده للمسيح اللي فيك حقيقية، ونتيجة للخطية اللي دخلت العالم عن طريق المعصية. ومن الوقت ده، من وقت أول خطية، الرب قال إنه في أبناء لله وأبناء لإبليس، قايين وهابيل. قصة بتوريك كده على طول، هابيل ابن الله وأخوه قايين اللي اختار طريق الشيطان وسمع ونفذ، كان الإيد اللي قتلت هابيل. الظلم هيقع ولكن ليس من الله. خليني اقرا لكم كلمات الرسول بولس. بيقول كده الرسول بولس، خليني يعني اقراها من هنا عشان اقدر
كده بيقول أقول كمختل العقل، فأنا أفضل في الأتعاب أكثر في الضربات، أوفر في السجون أكثر في الميتات مرارا كثيرة. بيتكلم هنا الرسول بولس على الاضطهادات اللي مر بيها، بيكلم الناس في رسالة كورنثوس وبيقول لهم على الاضطهادات الكثيرة اللي مر بيها. يعني انت لو اضطهدت ما تقوليش ان الاضطهاد ده يقدر يثنيك عن انك تتبع عمل الله في حياتك. خليني اقول لك، اذا كنت هتقارن اضطهاد باضطهاد، ما في ناس استفانوس قتل اول شهيد قتلوه من اجل المسيح، لكن بولس بيقول انا كمان، انا لسه ما اتقتلتش اهو، لكن بصوا بقى الحاجات اللي انا يعني عانيتها. بيقول انا افضل في الاتعاب اكتر في الضربات، اوفر في السجون اكتر في الميتات مرات كثيره ضربوه لحد ما خلاص كان نفسه هيطلع، وبعدين ربنا رجعوا تاني. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة ليلا ونهارا، قضيت في العمق بأصفار مرار كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار من في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس. من يضعف وأنا لا أضعف؟ بيقول له أنا مع كل ده كنت بهتم بيكم كلكم، بهتم بكل الكنائس، بقوم بعملي وبدعوتي كرجل الله، مش لأني مضطهد أشيل إيدي وأقول أين هي السعادة، لماذا أنا مضطهد؟ عارفين أين هي السعادة؟ هنشوف بولس هيقول عليها إيه بعد شوية. بيقول من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. إذا كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. بولس الرسول بعد مروره بكل هذه الأمور بيقول أنا كل ده لا أهتم بيه، أفتخر بالضعف لأن المسيح كان معي. الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. بيقول كده في دمشق، ووالي الحارس الملك كان بيحرس مدينة الدمشقيين وكان عايز يمسكه، فدلوه من فوق السور كده عشان يهربوه في سبت ونجا. لكن نشوف كده انه الرسول بولس بيتكلم عن الفرح في المسيح وكمال الفرح في المسيح وهو في السجن. يعني قصة السجان اللي انقذه الرسول بولس من الانتحار، وخليني اقرأ لكم قصة السجان دي. كان في جارية بتتنبأ، عندها روح شرير وعمالة بتتنبأ وحد يعني صاحب الجارية ده بيعمل فلوس من انه تنبؤها والروح الشرير اللي فيها. فتنبأت قالت حاجة للرسول بولس، فراح انتهر الشيطان اللي فيها، فالشيطان طلع. الجارية دي تعتبر ملك للراجل في اللي ملكها ده، فيعني اشتكى للسلطات والسلطات ضربتهم وأمرت بتمزيق ثيابهم وضربوه ضرب مبرح جدا وحطوهم في السجن، وأمروا السجان انه يحرسهم بكل حذر. ولما كان منتصف الليل كان بولس وسيلة بقى بيعملوا ايه؟ مضروبين، واخدين علقة تمام، متقطعة هدومهم، طبعا اكيد مش الفاطين ضرب ومتجرحين، لانه بعد كده هتشوف ان السجان كان بيضمد جروحهم. ولكن كانوا بيعملوا ايه؟ بيصلوا وبيصبحوا الله، وكانوا المسجونين الاخرين بيسمعوا معاهم، عمالين يسمعوهم. وفجأة حصلت زلزلة عظيمة هزت السجن كله، انفتحت أبواب السجن وانفكت قيود الجميع. ولما صحي حارس السجن وشاف ان أبواب السجن اتفتحت
أخذ سيفه وكان هيقتل نفسه، لأنه شاف أو ظن أنه المسجونين كلهم هربوا. خلوا بالكم هنا أنه الرسول بولس ما كانش لوحده، كان في مساجين تانيين ما لهمش أي علاقة بالمسيحية أصلا، ممكن يعني ممكن يكونوا اتعرفوا على المسيح بس في اللحظة دي. لكن قبل ما يقتل نفسه صرخ الرسول بولس وقال له ما تأذيش نفسك، لأننا جميعنا ها هنا، إحنا كلنا موجودين. فراح السجان وخر على ركبتيه مرتعد أمام بولس وسيلة، وبعد أن أخرجهما من السجن سألهم ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص. فأجاب بولس وسيلة وقال له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وبدأ بولس وسيلة يتحدثان إليه ولأهل بيته عن كلمة الرب. وفي تلك الليلة أخذ السجان بولس وسيلة وغسل جروحهم، وبعد كده اعتمد ودعاهم هو وأهل بيته كلهم على الأكل، وكلهم أمنوا بالرب يسوع. خليني أقف هنا، لأن النقطة دي بصراحة يعني في الحلقة ربنا حطها على قلبي بشكل خاص جدا. شوف، السجان ده خلص رجاؤه فجأة وكان هيقتل نفسه. لما خاف وارتعب ان بولس الرسول والناس كانوا هيهربوا، وبص لمشهد واحد منتهى رجاؤه انه حد هيقتله او هيعاقبه علشان خاطر المساجين هربوا، فقال لك اقتل نفسي واخلص ورايح دماغي. والفرق التاني انه بولس الرسول، بولس وسيلة ومن معهم من المساجين كانوا مضروبين، متبهدلين، جعانين، حالتهم يعني تملأ نفس الإنسان باليأس، حط نفسك في مكانه. لكن في نفس الوقت كان رجائهم هو الله. لما يقول للرسول بولس لأن قوتي في الضعف تكمل، أما يقول إنه لما أكون ضعيف إذن أنا قوي لأن الله هو مصدر قوتي، لأنه كان معتمد على إنه ده مجرد حاجة وقتية، لأنه كل ده إلى الزوال، حاجة بسيطة هتعدي، كله إلى وقت. ولكن الهدف هو الرسالة، الهدف هو مدعاة الرب إليه. فكانوا بيعملوا هو في يعني كان بيقوم بتقديم الرسالة وهو في هذه الحالة. أرجع أبص للسجان اللي انتهى رجاؤه وكان هيقتل نفسه. الرسالة دي موجهة لكل حد النهاردة بيفكر ان رجائك او رجائك انتهى وعايزة تمدي ايدك بالاذى لنفسك. اوعي تعملي كده، اوعي تعمل كده. عارف اقرب حاجة اقدر اقولها لك انك انت بايدك بتنتزع فرصة الحياة الابدية من يدك، بتنتزع فرصة الرجاء فالله من نفسك بيدك. عارفين انا اتكلمت عن ابناء الله وابناء الشيطان. حتى لو كنت انسان غلطان، حتى لو كنت انسان شرير، حتى لو كنت زي بولس الرسول لما كان واقف وماسك الهدوم للناس اللي بتقتل استفانوس، ويا ترى مين كمان اشترك في قتلهم، كان قاتل بولس الرسول، هذا الرجل اللي الله استخدمه في إعطاء الرجاء لهذا الحارس كان قاتل. لو كنت قاتل، اعرف ان الله عايز يكون عندك رجاء فيه وعايز يديك فرصة للحياة، فرصة للحياة الأبدية الذي لا يستطيع ان ينتزعها منك انسان، ولا يستطيع ان ينتزعها منك الشيطان نفسه إن آمنت بيسوع المسيح اليوم. لما آمن السجان عينيه اتفتحت، قال له أعمل إيه علشان أعتمد، أعمل إيه عشان أخلص. فقال له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وكانت كلمة بولس الرسول نبوءة، لأن أهل بيته كمان خلصوا في نفس اليوم. لو كان عليك ضغط وفاكر انه انت محدش هيقدر ينقذك من اهل بيتك فتقتل نفسك، احسن اوعى تمد ايدك بالاذى على هيكل الله،
ولكن ادعوا الله انه يسكن هذا الهيكل فيغير نفسك ويغير حياتك ويغير قلبك ويغير مستقبلك مع الاضطهاد، نعم، ولكن بالفرح الداخلي، بالسلام الحقيقي، بالنعمة المعطاة، بمعجزات وعجائب إلهية الله يستخدمها في حياتك. أنا بتنبأ ده عليكم في اسم يسوع، إن الله في وسط الشدة يعطيكم مخارج، يعطيكم معجزات، يعطيكم رؤى، يعطيكم إعلانات، يعطيكم كلمات نعمة في اسم يسوع المسيح. بنتهر أي روح شرير بيقنع أي إنسان الآن أنه يمد يده بالأذى لنفسه أو أنه يقتل نفسه في اسم يسوع، لينتهرك الرب يا شيطان. ليس ليك سلطان على مختار الرب. رجاءك المسيح يسوع وإياه مصلوبا. كل مرارة بتمر بيها في الحياة، نشوف كده بولس الرسول بيقول إيه على هذه المرارة، هنشوف بعد كده الألام اللي هيمر بيها هيقول عليها إيه في الآخر. الفرق بين السعادة الأرضية والسعادة السماوية، بيقول كده بولس الرسول، لأن الله الذي قال أنه يشرق نوره، يشرق نور من الظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ولكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية، ليكون فضل القوة لله ليس منا. إحنا أواني خزفية، بنضرب فنحس بالوجع، بنتأذي فنتألم، بنخدم فنطرد فنطارد فنفقد الكثيرين. كل عابر وعابرة بيسمعوني النهاردة، لو أنت مطرود من أجل المسيح، أنا عارفة أنت بتتألم لفقدان أهلك، أنا عارفة والله عارف، ولكن مع ذلك الكنز اللي جواك، روح الله اللي جواك يعينك ويقودك. بيقول كده الكتاب، مكتئبين في كل شيء ولكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين ولكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين أمانة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا المائتة. الله النهاردة بيقول لك لو انت مضطهد وتعبان ومتألم، اعرف ان الله يعينك في وسط كل هذه الامور، وان دي امور يعني موضوعة علينا من العالم، لكن ما لك عند الله انه يعينك في وسطها. افتكروا كده المسيح والتلاميذ في وسط العاصفة والمركب عمالة تخبطهم يمين وشمال، هو من يأتي ويسكن العاصفة ويوقف كل اضطهاد ضدهم ويوقف خطة العدو لأنهم يغرقوا أو ييأسوا أو يتألموا وهكذا. السعادة اللي بيقدمها العالم سعادة وقتية وأنانية وفرغة، أما محبة الله وما تنتج فينا فأبدية وأزالية حتى لو لم يراها العالم كذلك. نحن نرى الاضطهاد بركة، شركة في الألم وفي ألام المسيح، والعالم يرى ضعف. نرى التعدي فرصة للغفران، يتعدوا علينا فنقول في اسم يسوع احنا بنرسل غفران، ومشاركة محبة الله مع الآخرين. انظر يعني في حقيقتين كتابيتين مهمين قوي انا عايزة اشاركهم معاكم. في ايتين في الكتاب بيقولوا كده، بيقول كده الكتاب، الرب بيقول كده، أنا آتي ببنية من بعيد وببناتي من أقصى الأرض، بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. دي الحقيقة الكتابية الأولى، إحنا خلقنا أو خلقنا الله لمجده، الله خلقنا لمجده. أي كرامة إنك تكون مخلوق لمجد الله خالق الكون، دي كرامة مش استخدام.
دي محبة، دي مكانة وضعك الله فيها، اختارك ليها. لو كنت من مختار الله المستجيبين لله استمتع بهذا. اوكي، الحقيقة الكتابية التانية اللي حابة ان انا اشاركها معاكم النهاردة، انه يجب انه كل انسان يعيش لمجد الله. الآية بتقول كده: فإن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. كي. أحيانا كثيرة إحنا لا نستطيع إن إحنا نفرق بين إنه اللي أنا بعمله ده لنفسي ولا لربنا، الاضطهاد اللي بمر بيه ده لنفسي ولا لربنا. لو كنت عايش لله ونفسك ماتت، الإنسان اللي نفسه بتتلغي بتتشال من الصورة، هيكون كل شيء بيعمله لمجد الله. وأنا بصلي أنه تكون دي صلاة قلبك، وبصلي أنه يكون اشتياقك واشتياقك لأنه السعادة الحقيقية اللي تكون في حياتك تكون من يد الله. خليني أقول لكم الكتاب بيقول إيه، يعني بعض الآيات اللي بيتكلم فيها الكتاب عن الفرح الحقيقي اللي بيعطيه الله، السعادة الحقيقية اللي بيعطيها الله. الله يسوع المسيح نفسه بيقول كده: كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هل ده يعني ان مش هيكون في ضيق في حياتك؟ لا، فيه، بس فرح الله فيك وساكن فيك ويعطيك قوة. كي الفرح هو ما يملأنا به الله عندما نثق بالمسيح، نثق بالمسيح. بيقول كده في رسالة روميا: وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. قوة الله اللي فيك تعطيك رجاء حتى ولو كنت فقير، مريض، تعبان، عارف انك هتموت بعد دقيقة. هناك الكثيرين كانوا عارفين ان هم بيواجهوا الموت، زي وبيقادوا الى الموت من اجل المسيح، وكانوا فرحين حتى في وسط الخوف. احنا فرحين بالمسيح. افتكر المشهد اللي تكرر في، يعني اللي عملوه الدواعش في قتل المسيحيين المصريين، وبعدين غيرهم، اعتقد اثيوبيين او ليبيين، أو يعني العديد من الناس المسيحيين. في مشهد هنا انا لا انسى، بنت يعني في مدرسة، واحد حط لها المسدس وقال لها: انت بتؤمني بالله؟ فقالت له: ايوه بؤمن بالله. ضربها بالرصاص وماتت على طول لانها تؤمن بالله، ولكنها فازت بالنصيب الصالح. اوكي، لم خافت لكن قالت كلمات الحق علشان تعطي مجدا لله. لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. الفرح هو ثمر روح الله اللي في داخلنا. انا بصلي يعني لو انت او انت النهارده عايزه تعرفي عن الفرح والسعاده الحقيقيه اللي بيعطيها الله لينا كاولاده، السعاده الحقيقيه اللي الله عايزها في حياتك، انك في الاخر توصلي انك تكوني معاه. لو انا عندي اشتياق زي ما بيقول كده يعني الرسول بولس، انا اوافق معاه جدا، ليا اشتياق ان انطلق واكون مع المسيح، فذاك افضل جدا. هو دي السعاده الحقيقيه، انك تكون مع المسيح. بصلي انه الله يعينكم ان تروا هذه الحقيقه الان في اسم يسوع. الى اللقاء.